بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان واستوديو جديد من استاد الاشبال. هنكون مع حضراتكم النهارده في الجوله ال 13 من دوري الجمهوريه. شباب الاهلي امام شباب بيراميدز في الجوله ال 13 من بطوله الجمهوريه. في بدايه الاستوديو التحليلي بنرحب بضيوفنا الكرام، نجم الاهلي السابق كابتن محمد حشيش. شرفنا كابتن حشيش. اهلا وسهلا، ازيك؟ كله تمام؟ الحمد لله ماشي الحال. ايضا نجم التحليل دكتور احمد ثابت. منور يا دكتور ثابت. ده نور حضرتك وتحياتي لحضرتك وكابتن محمد طبعا. النهارده عندنا الاستوديو التحليلي للجوله ال 13 من بطوله الجمهوريه مواليد 2003، شباب الاهلي امام شباب بيراميدز في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. قبل ما نروح للتحليل الفني ونتكلم بالتفصيل عن مباراه اليوم، كابتن حشيش، كان في بطوله شمال افريقيا تجمع منتخب مصر امام ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، بطولة مهمة في مشوار، بطولة طبعا ودية في مشوار منتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن وائل رياض. شاف البطولة ازاي، خاصة ان التجمع كان اسبوع بعد كده كابتن وائل رياض طلب ان هو يشارك ويكون موجود في هذه البطولة؟ يعني طبعا انا شايف انها تجربة مفيدة جدا لمنتخب مصر بغض النظر عن النتائج، لان ما كانش مطلوب من وائل نتائج، ان هو لسه مجمع الفرقة بقى له اسبوع وجي توقيت الدوره دي، فدي شجاعه منه ان هو طبعا يعني يقبل ان هو يروح بالفريق، في ظل طبعا يعني ان هو ما شافش طبعا كل اللعيبه على مستوى طبعا مصر كلها، شاف بعض بس الانديه. راح طبعا بيلاعب فرق على مستويات عاليه، جاهزه من بدري، فدي كانت حاجه تحسب له بصراحه. يعني أكيد هو طبعا استفاد في احتكاك مباشر، مش بقى ماتشات ودية أو ماتشات مثلا جمهورية هنا، لا دي ماتشات يعني قوية وماتشات فيها أكتر من ندية، يعني مع برضو أكتر من مدرسة مختلفة. أنت عارف برضو ليبيا غير تونس، غير يعني في اختلافات طبعا بينهم، فقدر يحط إيده على بعض العناصر الكويسة اللي ممكن تكمل معاه، والعناصر اللي هي يعني اقل شويه في المستوى، واللي هو تم اختيارها نتيجه السرعه زي ما احنا قلنا في خلال اسبوع. وائل محتاج الفتره اللي جايه بصراحه ان هو يتفرج اكتر على السن ده او العمر السني ده، ويبتدي طبعا يحط عينه على العناصر اللي هي الكويسه، ومحتاج ان هو يعمل معسكرات كتير، ويحتاج ان هو يعمل كمان الاهم من المعسكرات، مباريات كتير واحتكاك كتير عشان يوصل للي هو عايزه، افضل تشكيل يعني، وربنا يوفقه يعني. دكتور ثابت، كان من النادي الاهلي محمد عبد الله، احمد خالد كباكا، فارس خالد، معتز محمد، يوسف عبد الحفيظ، عمرو بيبو، احمد عبدين، محمد زعلوك. بتكلم في 8 لاعبين، 8 لاعبين ما شاء الله كلهم شاركوا، في لعيبه لفتت الانظار بشكل كبير، في لعيبه كانت بتنزل وبتغير. ابرز اللعيبه اللي لفت نظرك في بطوله شمال افريقيا؟ خليني اقول لحضرتك ان الفتره دي بتشهد تالق اللاعبين الشباب في النادي الاهلي اللي هم من قطاع الناشئين في النادي الاهلي على مستوى حاجتين. اول حاجه اللي هي دوره شمال افريقيا، انت النهارده عندك 8 لعيبه من النادي الاهلي في فرقه 2005 كلهم يعتبروا اساسيين في المنتخب. يعني فارس خالد اللي هو عبد الرحمن خالد الشهير بفارس خالد، يعني ده هداف البطوله اللي هو اللعيب اللي بيلعب 8 جايب 3 اجوان، احرز هدفين في مباراه المغرب الاخيره، واحرز هدف في مباراه الجزائر بنفس الستايل، بنفس الشكل اللي هو بيكمل جوه منطقه الجزاء، دايما بيجي كلاعب 8 وبيكمل جوه المنطقه هداف. فده ده يعتبر انا شايفه اكتشاف البطوله، لان هو كان مستواه بيزيد لكن زاد قوي، يعتبر احسن لعيب في البطوله كان فارس خالد من النادي الاهلي. احمد خالد كباقه بنتكلم عليه على طول، ولكن محتاج ان توظيفه يكون مركز 8 من الكابتن وائل رياض بدل مركز 6، هيفيده اكتر. بس احمد خالد كباقه ده يعتبر احسن لاعب وسط صاعد في النادي الاهلي مع فارس خالد. برضو محمد عبد الله انا شايفه كان احسن من عمر خضر بتاع زد في البطوله اللي الناس عماله تتكلم عليه بشكل رهيب في الاعلام وكده، لا محمد عبد الله يا جماعه ادى بشكل احسن منه، سجل هدفين، صنع هدف، كان مؤثر عنه، تحس ان هو عنده الروح والشخصيه وخايف على الفرقه. يعني لعيب ممتاز طبعا، لعيب ممتاز وكويس يعني، بس ما كانش على المستوى المطلوب في بس البطولة. ما عندوش حته القلب. عمر خضر لعيب مهاري وكل حاجه، وهو كوره بدون كوره لا، محتاج يطور الحته دي، وحتى لما يحترف اكيد هيطوروه يعني في الحته لما يحترف. ده الفرق بقى من لعيبه الاهلي بالتحديد، معلش انا بقطعك يا احمد، صح؟ يعني ده الفرق بين لعيبه الاهلي، دايما نازلين اول حاجه بيفكر فيها المكسب، في روح، في قتال لاخر لحظه،
فدي بتتولد مع ناشئين النادي الاهلي من الصغر يا اسامه. اللعيبه بقى اللي كان بيتقال عليهم ان هم بيلعبوا عشان ابهاتهم وكده اثبتوا ان هم لعيبه كويسه، يوسف سيد عبد الحفيظ وعمرو خالد بيبو الاثنين ممتازين. يوسف بيلعب جوكر، لعيب الجوكر ده تحطه في اي حته، بيلعب باك رايت، بيلعب مركز 6، بيلعب مركز 8. عمرو خالد بيبو تغييره ممتازه، لعيب عنده سرعات واتطور بشكل كتير قوي وعنده سرعات فممتاز. زعلوك لما نزل جاب جون، الاثنين المساكين اصلا من النادي الاهلي، معتز محمد واحمد عبدين، الاثنين المساكين الاساسيين بتوع المنتخب دول، من ان معتز محمد طبعا كلنا شفناه طبعًا. واحمد عبدين مساك صاعد بشكل كويس. فانت عندك في الفرقه دي لا في تالق واضح من لعيبه النادي الاهلي في فرقه 2005، لسه كمان لما ينضم معاهم محمد رأفت. الكابتن وائل رياض مش عايز الناس تستعجل عليه، لازم ياخد فرصته يا جماعه كامله، هو الراجل جريء ولسه بيبني فرقه، اكيد هيبقى عنده اخطاء، ما نقدرش نقول ان هو يعني 100% صح، اكيد عنده اخطاء وهيصلحها. الجزء الثاني بقى اللي عايز اتكلم فيه جزء تألق برضه استمرار تألق لاعبين الناشئين، واحد زي كريم الدبيس. لا استنى بقى، عشان كريم الدبيس وبعد تألقه اللافت للأنظار في مباراة الأهلي وميديانا بالأمس، خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع برضه نتكلم عن واحد من نجوم مباراة الأمس كريم الدبيس وأرقامه اللي محضرها لنا الدكتور أحمد سيد. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، يعني بالأرقام دايما الناس اللي بتحب تتكلم كتير تقول لك اصل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اصل القطاع ما بيطلعش لعيبه الدرجه الاولى. تيجي تشوف في مباراه الامس تلاقي واحد من الاساسيين كريم الدبيس بعد غياب او اصابه واحد من نجوم الفريق اللي بيفرقوا طبعا مع فريق النادي الاهلي، كريم الدبيس بيلعب وبيأدي والناس برده ما بتحسش ان يعني في عجز في الناحيه الشمال، لا في لعيب صغير في السن عنده 20 سنه خامس مباراه ليه بيلعب وبيتألق ومالي مكانه يعني. يعني برغم ان عدد مبارياته القليله يمكن لعب 3 مباريات منهم يمكن مباراه كمان الشوط الثاني، انما هو ما تحسش خالص ان في فرق في الجنب الشمال، وهو جاي بيلعب على ايه؟ بيلعب على واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي ومفتاح من مفاتيح النادي الاهلي في الناحيه الشمال علي معلول. فلما يجي لعيب صغير لسه خبراته مش كبيره ويؤدي بالاداء ده وفي مباراه زي مباراه افريقيا الاخيره بتاعت امبارح، لا تحس ان هو لعيب واعد. واحنا كل برضه هنا في الاستاد الناشئين او الاشبال اللي اتكلمنا عليه اكتر مره قلنا ده لعيب كويس قوي ولازم ياخد فرصته، وبالفعل خد فرصته وبصراحه اثبت وجوده وبيتقدم من مباراه لمباراه وعنده امكانيات كويسه سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه، بيكمل عنده كروسات كويسه قوي، عنده الناحيه الدفاعيه ودي حاجه مهمه تهمني انا قوي، الناحيه الدفاعيه عنده كويس قوي، فان شاء الله ربنا يوفقه ويعوض غياب المؤقت يعني لعلي معلول، لان احنا طبعا علي لعيب ما نقدرش نستغنى عنه ولعيب مكمل ان شاء الله معانا. دكتور ثابت، كنا اتكلمنا في الموضوع ده من 3 سنين، قلنا السياسه اللي اتبعها يعني اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط انك بتشتري لعيبه صغيره باسعار مقبوله في الوقت الحالي علشان تحطها في القطاع عشان بعد 2-3 سنين تبدا اللعيبه دي تكون موجوده في الدرجه الاولى. الكلام ده تحقق، واحد من اللي بداوا ياخدوا يلعبوا كريم الدبيس لعب في مباريات مهمه، لما نشوف مباراته سيمبا التنزاني في افتتاح كان دوري الافريقي وامام الجماهير وعنده شخصيه النادي الاهلي. شاف اداء كريم الدبيس ازاي بالامس وارقامه كمان انت محضرها النهارده؟ بصراحه لاول مره من فتره ما حسش بغياب علي معلول. كنا دايما بنقول، كنا بنطلع في اي استوديو نقول تاثير غياب علي معلول، تاثير غياب معلول فارق جابها الشمال اصل هو مش موجود. لاول مره من فتره لازم الناس بقى خلاص فكره ان النادي الاهلي محتاج باك ليفت، اعتقد ان كريم الدبيس قدم حل كويس جدا للنادي الاهلي وما عادش بنحس بغياب علي معلول. اهم حاجه عنده كلمتين، شخصيه الاهلي. ممكن لعيب صاعد يبقى بيعمل عرضيات كويسه، بيبقى بيهاجم كويس، بس ما عندوش الشخصيه، وبصراحه انا شفتها في لعيبه كتير اتصعدت في المركز الباك ليفت بس ما عندهاش الشخصيه. كريم الدبيس اهم حاجه شخصيه الاهلي موجوده عنده، لعيب كويس. كريم الدبيس بقى انت محضرها لنا. لعب 90 دقيقه امبارح، لمس الكوره 84 مره، وده رقم كويس لباك ليفت، ده يعني دليل ان هو بديل علي معلول بشكل كويس. معانا على الشاشه دلوقتي. لمس الكوره 84 مره، اجمالي التمريرات 57 تمريره، التمريرات الصحيحه 49 من 57 بنسبه دقه 86%، تمريرات طوليه 7 تمريرات، ارسل 8 عرضيات. ده الباك رقم ممتاز. اللي بيعمل 8 عرضيات ده باك النادي الاهلي، رقم لازم رقم من 8 ل 11، رقم ممتاز. فاز بالتحامات ثنائيه
طبعا صنع ثلاث فرص، ده رقم كويس بيأكد ان هو كان ليه دور هجومي وليه محاوله على المرمى صحيحه اللي الجون شالها من تحت العرض، كان هيبقى هدف عالمي. فاز بالتحامات ثنائيه 4 من 7 وليه محاوله صح وحصل على خطا وشتت الكوره مره. بصراحه دي الخريطه الحراريه كمان بتاعه تحركاته. هنا برضو عايز اتكلم في نقطه، ان النادي الاهلي عمل حاجه مهمه قوي، ان هم يعني النادي الاهلي راح اشترى كريم الدبيس من قبل من سنتين ثلاثه. هنا لما تشتري لعيب بسعر صغير بسن صغير هيوفر عليك كتير. يعني كريم الدبيس ده لو اشتريته بعد ما يلعب مثلا في فريق اول في فرقه 20 مليون 30 مليون، لكن دلوقتي انت رحت اشتريته بمبلغ صغير. صحيح، ده اللي بيحصل. وعليها بقى كمان يا احمد ايه بيطبع بصفات الاهلي خلال السنتين دول، اتطبع بقى نظام النادي الاهلي. هقول لحضرتك على حاجه، قيمه التيشيرت والضغط اللي بيبقى على التيشيرت دايما ياخد بقى صفات النادي الاهلي. انت النهارده لو رحت اشتريت لعيب من انبي بتسمع ايه؟ 40 مليون 30 انبي تحديدا، معلش يعني 30 مليون ايه يا جماعه ده؟ وممكن يجي ما تقلمش. ما ده اللي بيعمله بقى النادي، دي الشطاره بتاعت الاداره كابتن محمد. فكره اداره النادي الاهلي ان انا اشتري لعيبه في سن صغير بثمن قليل 2 او 3 مليون اوفر عليا ان انا اشتريهم قدام ب 20 و30 مليون. صحيح. حتى لو اللعيب ما نجحش على فكره، ما انا مش لازم كل الصفقات تنجح. لا لا طبعا، ممكن اجيب 5 ينجح 3 بس. وبعدين عندي فرصه بقى زي بقول لك ان هو يبقى تحت نظري وعندي في النادي اطبعه واشوفه خلال السنتين اذا كان يكمل او ما كملش، فدي برضو حاجه مش هجيبه. غير كريم الدبيس برضو احمد نبيل كوكا امبارح اللي شارك وبيشارك برضو كان بدايه يعني الهدف الثالث منه. هو اللي قطع الكره الثانيه من بدايته احمد كوكا. بس كوكا 2001 يعني كوكا وكوكا قطع ناشئين بقى كامل يعني له فتره قطع ناشئين. طيب نروح بقى لمباراه اليوم، الاهلي وبيراميدز في الجوله 13 من دوري الجمهوريه مواليد 2003. لما الشباب يحضروا لنا جدول الترتيب ونشوف بقى الجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن حشيش دايما مباراه الاهلي وبيراميدز حتى لو في الناشئين مباراه فيها نديه. طبعا يعني اسم الناديين دايما بيبقى ايه في منافسة اتخلقت من طبعا من الفريق الأول والمنافسة اللي بين النادي الأهلي وبيراميدز. هنشوف ترتيب دوري الجمهورية، يعني هنا في الصدارة 13 جولة الزمالك 26 نقطة، الأهلي مركز الثاني لعب 12 مباراة 25 نقطة، الأهلي متبقي له مباراة لعب 12 مباراة، الأهلي لو فاز في المباراة هيتصدر جدول المسابقة. غزل المحله في المركز الثالث، بتروجيت في المركز الرابع، امبي في المركز الخامس، طنطا في المركز السادس، فاركو في السابع، المركز الثامن الاتحاد السكندري، سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع، العاشر النادي المصري، ال11 سموحه، 12 المقاولين العرب، 13 فيوتشر، 14 مباراه اليوم بيراميدز اللي هيواجه النادي الاهلي النهارده في المركز ال14 بفارق 5 نقاط عن النادي الاهلي. مباراة تكون قوية ومباراة فيها ندية. زد في المركز ال 15، الإسماعيلي في المركز 16، 17 طلائع الجيش، 18 القناة، 19 السد بأسوان، 20 الجونة، 21 بلدية المحلة في المركز الأخير. هقول لحضراتكم مباريات الأسبوع ال 13، مباراة الجولة ال 13، مباراة اليوم. قدامنا الأهلي أمام بيراميدز، بلدية المحلة أمام طلائع الجيش، الجونة أمام طنطا، السد بأسوان أمام بتروجيت، الاتحاد أمام سموحة، وإنبي هيواجه الإسماعيلي، المصري هيواجه الزمالك، غزل المحلة أمام القناة، سيراميكا أمام فيوتشر، وزد أمام المقاولين العرب، والمقاولين العرب أمام فاركو. خلوا الجدول قدامنا كده يا شباب ثانية واحدة، بصوا على يعني اخر سطرين في الجدول، زد امام المقاولين والمقاولين امام فاركو. وقفت عشان اتساءل ازاي في نفس الجوله زد هيقابل المقاولين والمقاولين هيقابل فاركو. عرفت ان بعد ما اتحاد الكوره حط جدول مسابقه 2003 اللي مكون من 20 فرقه واتحط المباريات، جه فاركو في اللحظات الاخيره قال احنا عايزين يا جماعه ندخل في دوري 2003 بعد ما اتحط الجداول واتحط كل شيء. فاتحاد الكوره وافق ان فاركو يدخل في المسابقه، واتحاد الكوره عمل ايه بقى؟ النهارده الحد المباريات كلها بتتلعب، وعملوا مباريات فاركو يوم الاربع، يعني عندنا يعني جدولين، جدول يوم الحد وتكمله يوم الاربع، ده هيبقى مباريات فاركو، اللي هيخلص الحد هيقابل فاركو يوم الاربع. ده علشان كده في الجدول يعني استوقفني ان زد هيقابل المقاولين وفي نفس الجوله المقاولين امام فاركو.
فاروق صلاح جاهز معانا؟ جاهز. طيب نروح لملعب المباراه زميلنا فاروق صلاح عشان يقول لنا اخر الاستعدادات لمباراه اليوم الاهلي امام بيراميدز. تحياتي ليك يا فاروق وتحيات كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، وتفضل. برحب بيك يا كابتننا الكبير الكابتن اسامه حسني، وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات استوديو الاشبال، وهنا ملعب النادي الاهلي بمدينه ناصر استضيف مباراه من المباريات المهمه لبطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2003. لقاء الجوله 13، اللقاء اللي هيجمع ما بين النادي الاهلي وفريق بيراميدز. زي ما حضرتك استعرضت جدول المسابقه كابتن اسامه، ومن الامور اللافته للنظر النادي الاهلي صاحب المركز الثاني. خليني اقول لك ان المركز الاول لنادي الزمالك ب 26 نقطه، الاهلي المركز الثاني ب 25 نقطه، ولكن النادي الاهلي يتبقى ليه لقاء. نادي الزمالك لعب 13 لقاء بينما النادي الاهلي بيلعب 12 لقاء. النهارده ان شاء الله يعني لعبت النادي الاهلي ان شاء الله تقدر تحقق الفوز في هذه المباراه. فريق بيراميدز في المركز ال 14 برصيد 20 نقطه، ولو لاحظت جدول الترتيب يا كابتن اسامه هتلاقي طبعا من الترتيب من ال 15 للاول الفرق 6 نقاط، يعني اوجه المنافسه وشده المنافسه ما بين الفريقين. خليني اقول لك طبعا الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني لفريق النادي الاهلي كان اعلن تشكيل لهذه المباراه وطريقه 3-3-2-2 اللي بيلعب بيها الكابتن احمد عبد الظاهر. حرس المرمى الحارس مصطفى مخلوف، قدامه الثلاثي عبد الرحمن رشدان، ابراهيم عبد الحكيم، واسلام عبد الله. في منتصف الملعب قدامهم ثلاثه، احمد الطعيمه في دايره المنتصف، على يمينه محمد وائل، وعلى شماله احمد اشرف. قدامه اثنين صناع لعب، ميدو نبيل وميدو اسامه. قدامهم اثنين رؤوس حربه، اللاعب عبد الرحمن شريف وسمير محمد. بالمناسبه رصيده من الاهداف 5 اهداف. النادي الاهلي بيفتقد لخدمات اليوم اللاعب علي نادر اللي يعني بيتصدر اهداف النادي الاهلي برصيد 6 اهداف. طبعا كان علي نادر ومجموعه من الناشئين يا كابتن اسامه شاركت في مباراه وديه اقيمت الاسبوع الماضي مع الفريق الاول للنادي الاهلي، شارك فيها اغلب العناصر اللي موجوده، مصطفى مخلوف وابراهيم عبد الحكيم ورشدان واحمد اشرف ووائل، وايضا اللاعب احمد طعيمه مع مازن اسامه. مجموعه من اللاعبين ظهروا بشكل مميز جدا. طبعا الجهاز الفني كان منح اجازه للفريق الاول يوم الاربعاء. في اليوم ده كارلوس برينجر المخطط او اللي تقدر تقول مطور الاداء ومكتشف المواهب في النادي الاهلي كان حريص انه يكون موجود علشان يتابع التدريب الاخير لفريق 2003، وبيقف على مستوى اللاعبين سواء في التدريبات مع الفريق الاول او مع تدريبات قطاع الناشئين، وده اكبر حافز للاعبين ان كل اللاعبين على يعني محطوطين تحت مرأة مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. مواجهه هتكون قويه جدا. خلينا اقول لك ان طاقم تحكيم لهذه المباراه واحد من حكام الخبره كابتن محمد بكر فوله، حكم من الحكام المميزين، بيعاونوا محمد ايهاب امين مساعد اول وحسين هاني مساعد ثاني. اجواء الجو اكثر من رائع ممتاز هنا كابتن اسامه، ارضيه الملعب هنا في فرع النادي الاهلي مدينه نصر ان شاء الله يكون الاجواء نشوف مباراه تليق بالفريقين، وطبعا نتمنى كل التوفيق لفريقنا العظيم فريق النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. حابب اقول لحضراتكم برضو الجهاز الفني والاداري لفريق النادي الاهلي مواليد 2003، المدير الفني الكابتن احمد عبد الظاهر، مدرب عام كابتن احمد جلال، مدرب حراس المرمى كابتن خالد عثمان، مدير اداري محمد راشد، طبيب الفريق دكتور علاء مأمون، مدرب احمال كابتن عمرو شعراوي، ومدلك كابتن عبد الحميد حسين. اقول لحضراتكم قائمه الهدافين ايضا، قائمه الهدافين لفريق مواليد 2003 من لاعبي النادي الاهلي. بيتصدر يعني صداره الهدافين اللاعب علي نادر برصيد 6 اهداف. هو هيغيب عن مباراه اليوم زي ما زميلنا فاروق صلاح قال، كان في مباراه وديه شباب الاهلي امام الفريق الاول وكان يعني اتصاب، وده واحد من اللاعبين او المهاجمين المبشرين اللي بينتظرهم مستقبل كبير. سمير محمد برصيد 5 اهداف، ميدو نبيل 4 اهداف، عبد الرحمن شريف هدفين، ابراهيم عبد الحكيم هدفين، وهدفا لكل من محمد اسامه، احمد اشرف، محمد وائل، محمد ميسي. كابتن حشيش، زي ما زميلنا فاروق صلاح قال تشكيل النادي الاهلي النهارده في حراسه المرمى مصطفى مخلوف، النادي الاهلي بيلعب 3-3-2-2. تمام. انا الحقيقه بس عايز اتكلم في البدايه عن الفرق بين قطاع الناشئين في النادي الاهلي وقطاع الناشئين في بيراميدز. قطاع الناشئين في النادي الاهلي ده تاريخ كبير جدا جدا، خرج اجيال واجيال للنادي الاهلي ومنتخب مصر.
انا شايف من خلال يعني متابعتي ان قطاع الناشئين طبعا في بيراميدز عمره ما شفناه وصل حد للفريق الاول. الفريق الاول كله على طول الانتدابات او تدعيمات من بره، عمره ما شفنا حد. وده يعني من خلال متابعتي يعني بدي احباط جامد لقطاع الناشئين في بيراميدز، لانه طبعا اللعيب بيحس ان هو مهما هيعمل على مستوى الناشئين مش هيقدر يوصل للفريق الكبير. شايف ان انا مفيش اهتمام طبعا قطاع الناشئين هناك، وده اللي زي بقول لك الفرق بين النادي الاهلي. لسه كنا بنتكلم من شويه، النادي الاهلي حتى بيقدر يعني يحصل على لعيبه في سن صغير عشان يأهلهم برضه للفريق الكبير، ومعتمد اعتماد كبير برضه على قطاع الناشئين، وفي متابعه وفي اهتمام. يعني دي مباراه الاهلي وفيوتشر، مباراة سابقة اللي قدر يفوز فيها النادي الأهلي برصيد 5 أهداف. هقول لحضراتكم برضو سريعا تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: سيف الدين منتصر، يوسف محمد صابر، عبد الرحمن سيد، عبد المجيد، إسلام كمال، أحمد وائل، عمر أحمد بكير، عربي بهاء، زياد صلاح، والمحترف أوجو سامول، براء جمال، ومحمود علي. دي التشكيلة اللي هيبتدي بيها نادي بيراميدز اليوم. دكتور ثابت على الورق 3-3-2-2، ممكن تغير في المباراه ل 3-4-3، ولا كابتن احمد عبد الظاهر من خلال متابعتك لفريق شباب الاهلي هيلعب ازاي النهارده؟ هو من المدربين كابتن احمد، المدربين بتلعب دايما باثنين راس حرب، اثنين قدام، يعني 3-5-2. في حراسه المرمى طبعا مصطفى مخلوف، وده واحد من الحراس الممتازين الصاعدين. بس وقف هنا، عايز اتكلم في حته في اللي هم عارضينه الجبهه الشمال عند النادي الاهلي دايما بيجي منها الاهداف. لاحظ من الحته دي طبعا ده المهاجم المميز محمد سمير، اللي هو سمير محمد اللي هو بادئ النهارده، والجبهه اليسرى اللي فيها احمد اشرف، دي جبهه يسرى ممتازه يعني. فالتشكيل 3 في مدافعين: عبد الرحمن رشدان، ابراهيم عبد الحكيم، وده مسجل هدفين مميز بلعب ضربات الراس، اسلام عبد الله بيلعب ناحيه الشمال، وهيبقى النهارده عليه اوجو سامويل اللي هو الجناح اليمين في بيراميدز، اللعيب الاشول اللي جايبينه محترف، فهيبقى عنده جبهه النهارده. برضو الباك ليفت احمد اشرف، احمد اشرف ده مفتاح لعب كبير جدا للنادي الاهلي ناحيه الشمال، وعامل شغل كويس. يعني لو لما نلاحظ الاهداف اللي كنا عرضناها كلها جايه من الجبهه الشمال بتاعه احمد اشرف. محمد وائل الباك رايت، احمد طعيمه هو 6، هو دايما اللي بيقف قدام المساكين بيحمي اللعيبه اللي جايه من ورا. الاثنين اللي هم صناع الالعاب ميدو نبيل وميدو اسامه، ميدو نبيل مسجل 4 أهداف السنه دي، ميدو اسامه واحد من اللعيبه الممتازين المباشرين بس كان مصاب، سجل هدف واحد بس السنه دي، ان شاء الله يظهر بشكل كويس النهارده. والاثنين راس الحرب عبد الرحمن شريف وسمير محمد، عشان تاخد منهم الاثنين صندوق، يعني الاثنين عايزين عرضيات. فطول ما انت احمد اشرف بيشتغل بشكل كويس ومحمد وائل الظاهرين بيشتغلوا بشكل كويس، هتلاقي النادي الاهلي فايق. الظاهرين النهارده مفتاح السر الفوز بتاع النادي الاهلي ان شاء الله هيبقوا الظاهرين، خاصه احمد اشرف الباك ليفت. احمد اشرف لو طاير هيخلي اوجو سامويل اللي هو الجناح اليمين بتاع بيراميدز بيرجع معاه، يقدر انه يعمل عرضيات كتير. الاثنين اللي في وسط الملعب مهمين جدا، اللي هم الهجوميين ميدو اسامه وميدو نبيل، اختراقاتهم من العمق وان هم بيجوا من الخلف يقدروا برضو يسجلوا. يعني يعتبر النادي الاهلي بيهاجم بكام لعيب؟ 1 2 3 4 5 6 لعيبه. ازاي؟ احمد اشرف هيزيد ومحمد وائل هيزيد، هتبقى الطريقه زي ما حضرتك قلت ممكن تتحول ل 3 1 4 2. ازاي؟ واحد بس اللي واقف اللي هو احمد طعيمه، واربعه قدامه بيزيدوا احمد اشرف على الشمال، محمد وائل على اليمين، والاثنين اللي في العمق ميدو نبيل وميدو اسامه، واثنين راس حرب عبد الرحمن شريف وسمير محمد. الاثنين بالذات سمير محمد ده نركز معاه، انا شايف ان هو مهاجم واعد مع علي واللي هو علي نادر اللي هو المصاب. الاثنين دول مسجلين، علي يمكن علي نادر جايب 6 أهداف وسمير محمد جايب 5 أهداف، فالاثنين محتاجين كرات عرضيه. كابتن حشيش عشان يعني طالبنا نطلع فاصل سريع، قبل الفاصل الثلاثي عبد الرحمن رشدان، ابراهيم عبد الحكيم، اسلام عبد الله، ثلاثي الدفاع. تمام. البدايه بتاعتهم تكون ازاي النهارده؟ زي ما بنقول كل مره لازم المباريات في البدايه بالنسبه للمدافعين العب السليم، ركز قوي وانت واقف في مكانك وتغطيه على زميلك، العب الصح والسهل عشان تبتدي تدي نفسك الثقه. مهم قوي بالنسبه للمدافعين انه ياخد الثقه في البدايه، بتسهل عليه حاجات كتير بعد كده. فلا العب المضمون، وقلنا اكتر من مره مش عيب ابدا وانت مزنوق تحط الكره في مكان فاضي في نص الملعب التاني. فاتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يعملوا ماتش كويس. يعني ان شاء الله كل الامنيات وكل التوفيق لفريق شباب النادي الاهلي بالتوفيق امام نادي بيراميدز اليوم. هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنروح لملعب المباراه ومعلقنا تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بين شوطي المباراه.